مشروعنا بنادي بيقول نحو مزرعة بيئية ريفية نشطة سياحيا. الناس اللي بدها تيجي تزور هاي المزرعة من يعني الربع بعد انتقاء الربع الأول من 2023 بدهم يتعلموا عن الزراعة، عن الموروث، عن العادات، عن القيم، عن الأرض من خلال الممارسة، التعلم من خلال المشاركة، يزرعوا يشاركوا بجني المحاصيل. هاي قطعة الأرض فيها 150 شجرة زيتون، 3000 شتلة ميرامية، 3000 شتلة زعتر بلدي، وآلاف الأشتال من الزعتر الفارسي البري، بالإضافة لمئات الأشجار اللي احنا زرعناها، عنب وتين وأشجار حرجية. فبدها تكون هي تعلمية، بتعلمنا أكثر عن الأرض وعن الهوية وعن العلاقة مع جذورنا الفلسطينية. في مسيرتنا التعلمية في الجونة حاولنا نبحث عن ناس يكونوا شركاء إلنا في المشروع، مؤسسة داليا، وكانوا يعني جسور إلنا لنقدر نجتاز. المشروع في مرحلته الأولى هو عبارة عن كوخين حجر مبيت ومساحة تعلمية مفتوحة. مشروعنا للمرحلة القادمة اللي هي عمل مناطير حجر، مطلات، عمل قعدات، عمل خيم تكون للتخييم وللتعلم. كانت فكرتنا هاي الجمعية في بداية كورونا. بنعرف نحن بداية كورونا الكل انحبس ببيوته وكان فيش طلعة ولا نزلة، والستات معظم الستات عندنا في القرية بيشتغلوا بالزراعة. فاجتنا الفكرة ليش نحن ما نعمل كمشروع تعاوني مع بعض ونزرع مع بعض، والإنتاج تاعنا نصير نقدر نبيعه أو نصير يشكل لنا دخل لستات الجمعية. مؤسسة داليا أول شيء كان الدعم المالي، اثنين دعم بورشات عمل خلتنا نتأهل كيف نتوجه ننطلق إنه كيف نعمل كجمعية مع بعض، كيف التوجه للعمل التعاوني، العمل التطوعي، ركزت على العمل التطوعي. ونحن عندنا الحمد لله عضوات الجمعية لحد الآن هينا بنشتغل بعمل تطوعي، بعمل جماعي، عمل مشترك، فيش إيراد لحد الآن للجمعية، وكلياته عملنا كمساهمات وكتطوع منا. مبادرة العودة للأرض باك تو لاند هي أحد المبادرات الممولة من مؤسسة داليا المجتمعية ضمن برنامج إبدأ الشبابي. العودة للأرض بتركز على تعزيز مفهوم الزراعة العضوية لدى المزارعين والمواطنين. الزراعة العضوية بمعنى أنه إحنا نحد أو ننتج محاصيل زراعية بدون استخدام أي أسمدة أو مبيدات كيماوية. موضوع الزراعة العضوية إجت من باب أنه في حاجة مجتمعية للإشي هذا، بمعنى إحنا لفتنا واللي خلانا نفكر بالموضوع هذا فكرة وجود نسبة كبيرة من مرضى السرطان. سبب الرئيسي للإصابة كان إن هو استخدام المفرط للأسمدة الكيماوية من قبل المزارعين. يعني في إحصائيات صدرت عن وزارة الصحة في سنة 2020 كان ما يقارب 1950 حالة سرطان بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة الكيماوية هاي من قبل المزارعين.